المشاركين اللي تميزوا من بين الآلاف وتعرفنا عليهم في المراحل الأولى من ستارلايت، واللي ما حالفهمش الحظ باش يضمنوا موقع مريح في مرحلة المواجهة. حيروا لجنة التحكيم. هذا واعر، هذا عجبني لو ستيل ديالو. هذا زوين هذا. شكون فيهم غادي يفوز بالضوء الخامس وغادي يتأهل لمرحلة الفاسافاس؟ بهذه ما تعرفش تفوت داكشي اللي غنى. أنا عندي مشكلة معاه في الفوز. لا لا والله تيك تغني والله. عيشوا معنا تشويق مداولات لجنة التحكيم في البرايم الرابع. وزيتوز داكو؟ في داكو. يس. ستارلايت، الطريق إلى الأضواء. الثلاثاء على دوزام.